اهلا بكم مشاهدينا الاكارم، مرحب بكم في حلقه جديده من برنامج صولا، ورمضان كريم على كل الناس اللي بيتابعونا عبر برنامج صولا. اليوم معنا واحده من الاصوات النسائيه الجميله، صوت مختلف، تطريب مختلف. هي كانت من الطيور المهاجره، رجعت للسودان وهي قادمه وصاعده بكل قوه وجداره. نرحب كثيرا من خلال هذه الحلقه والاستضافه بالفنانه منى عبد الله. مرحب بك استاذه منى. مرحب بك. كيف الاحوال؟ تمام الحمد لله، الله يخليك. بلديتها تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. نخش طوالي في رمضان. رمضان كريم عليك. رمضان كريم على الجميع. تفاصيل رمضان ومنى عبد الله، رمضان في السودان كيف؟ رمضان في السودان، رمضان في المطبخ، رمضان مع التقليه، رمضان رمضان احلى في السودان. جميل. التفاصيل اليوم الاول دائما بتكون هي شاقه ومدعبه ومرهقه، وبعض الناس بيقول لك والله احنا تعبانين، حاسين انه حيكون اول يوم ده في صداع، دارين بنادول. في ناس كده بيكونوا يعني عندهم قلق وعندهم خوف من اليوم الاول. من عبد الله كيف بتتعامل مع اليوم الاول؟ والله من عبد الله بتتعب بالذات والكهرباء قطعت. يعني اليوم الاول هو بجد بيكون صعب، يعني بالذات لو الزول بيشرب قهوه وكذا بيصدع يعني، لكن هو اليوم بيمشي. بالنسبه لليوم الاول منى عبد الله، اول المطبخ تقريبا، المطبخ بيكون عنده خصوصيات وتحديدا للمراه السودانيه. نشوف منى مهارات، شنو تفاصيلك في المطبخ؟ طباخه ولا نطبخ؟ طباخه. اليوم الاول طبعا الزول يعني الناس بتحبذ انها تاكل العصيده، لانه بيقول يعني بتتهضم سريع وكده. بالنسبه للزول يعني لما يكون صايم يعني ما ممكن ياكل حاجات ثقيله مثلا، عشان كده يعني اليوم الاول بنقوم نعمل العصيده والتقليه والنعيميه والحاجات السودانيه دي يعني. جميل. تمام. بالنسبه للعصائر، هل بتفضل المشروبات البلديه ولا المشروبات البلديه؟ البلديه البلديه والاضافه للابره. جميل. تمام. نتكلم تاني عن محور في رمضان والشكل، التفاصيل، الجانب الروحي بالنسبه لمنى عبد الله بتمثل في شنو؟ والله الجانب الروحي انا بكون مبسوطه شديد برمضان، لاني بكون مؤجزه وبكون قاعده مع اولادي في البيت، ويعني حياتي بتكون ملانه يعني من المطبخ للبيت وكذا، بكون مبسوطه يعني اني بكون قاعده في البيت. جميل. الاذكار وتلاوه القران والتراويح، وتجي العشر يوم عندنا التهجد وكذا. ما شاء الله. الزول بيعبد. في منات ما شاء الله. طبعاً. جميل. طيب يا منى، النشاط الفني بالنسبه للفنانه هل بتوقف في شهر رمضان بالنسبه لمنى عبد الله؟ انا بالنسبه لي بيتوقف. جميل. بالنسبه لي ايضا يعني ما يكون عندك مشاركات شهر التوبه والغفران. الزول يعني يعبد ربه، بيقعد مع نفسه وكذا يعني. جميل. الخيام الرمضانية، إذا جاتك دعوة لأنك تشاركي في واحدة من الخيام الرمضانية، بتشاركي ولا بتعتذري؟ والله بعتذر. بعتذر. جميل. لأنه ممكن الزول يعني شنو العمر كله يغني يعني، شهر واحد أقعد يعني ما بتفرق بحاجة. جميل. السحور كيف مع منى عبد الله؟ خفيف ولا ثقيل؟ ثقيل شديد. حلو. ثقيل شديد. بيكون شنو مكوناته وحاجاته وتفاصيله؟ لكن طبعا هو احنا عندنا الرقاق يعني. الزول يعني بيقول الرقاق يعني ما بيعطيش وكده، يعني بنحب الرقاق شديد. جميل. رمضان بدون أبري، رمضان بدون رقاق لا يسمى. تمام. تمام. التواصل ما بين منى عبد الله والأصدقاء والأهل والأحباب، كيف بيكون شكل التواصل؟ هل بيكون في ترتيب؟ والله وش أنا منى عبد الله يعني عندي معزة خاصة، وشي لجيراني يعني قبل كل شيء، يعني جيراني بحبهم شديد، ويعني بفضل إنه يكون يعني معي في كل شيء. بعد ذاك بزورها لي وكذا، لكن عندي معزه خاصه للجيران. يا سلام. جميل. دي كده انتهينا محورنا الاول، محور رمضان. نمشي للمحور الثاني مشاهدينا الكرام، نطلع فاصل قصير ومن ثم نعود ونتواصل، فابقوا معنا. واصلين معكم مشاهدينا الكرام، ومرحب بك يا منى. بيك. نتواصل معك ومع كل المشاهدين اللي بيتابعونا الآن. نمشي لسؤال البطاقات. سؤال البطاقات هو مرقم بالأرقام من 1 لـ7، هتختار الرقم، هنشوف الرقم هيقول لك شنو. تمام. تختار الرقم كم؟ اختار رقم 4. نشوف الرقم 4. طيب منى عبد الله، حصل مرة تعرضتي لحادث سرقة، وكيف كان شعورك في الساعة دي؟ والله حصل وإن شاء الله ما يحصل. ما حصل وإن شاء الله ما يحصل، الحمد لله. طيب نشوف الرقم كم؟ 2. الرقم 2 بيقول شنو؟ الرقم 2 منى عبد الله، موقف طريف مر بك شنو؟ موقف طريف مر بي، شغاله حفله في الحاج يوسف، وقالوا الزفه العرسان جايين، دخلوا العرسان، بعد شويه حصل خلاف والعريس طلق العروس، وانا بكيت وغمرت.
الاثنين مع بعض. ده كان اصعب موقف يعني مره بصراحه، يعني كان موقف مؤثر. هل تعاطفا معهم ولا على العداد؟ والله تعاطفا معهم، لانه موقف يعني 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 الزول يعني حاجه ما بيتمنى لنفسه ما بيتمنى لغيره، يعني يعني عروس ولابسه وكده، يعني في ثواني تختلف. خلينا العداد وخلينا اي شيء. يا سلام. حتختاري رقم كم ثاني؟ اختار رقم 5. طيب الرقم 5، رقم 5 بيقول صدمتي في حياتي كم مره؟ ولا مره. اكيد ولا مره. ولا عشان قدام الشاشه؟ لا انا متزوجه والحمد لله، يبا اولادي ما صدمت نهائي. انا بتكلم قبل الزواج. ما حصل. ما في. 3 1 7 6 كم؟ 7. الرقم 7 حيوان بتخافي منه؟ فار. تخاف منه شديد ولا؟ شديد. ثاني شنو من الحيوانات اللي ممكن تخاف منها؟ يعني الكلب بخاف منه شديد برضه، يعني كان في كلب في الشارع ما ممكن ما اطلع. غير الشارع ما بطلع اصلا يعني، ما بطلع خالص. جميل. عندنا 1 3 6 حتختاري كم؟ 3. طيب نشوف الرقم 3، الرقم 3 بقول لك خلينا نشوفك، نشوف منى في قالب عربي. منى عربية؟ اي. أنا عندي معلومات إنك بتحبي الخليج وبتحبي العربي بصفة عامة. والله بحب، لكن ما قاعد أعرف أغني ليه، ما أقوم أتحرك ساي بعدين. أديني أي حاجة أنت بتحبيها بس ما تكون سودانية. أي حاجة ما أنا مصر. أه؟ أنا مصر، تديني أي حاجة تكون ما سودانية. والله ما حصل مرة أغني نهائي. أي لكن بسمع يعني ما حصل. بتسمع لهم؟ أقوم أخرب لهم أغنيتهم بعدين يقولوا السودانية خربت لهم أغنية نشيرين عبد الوهاب. جميل. طيب أديني أي أغنية لكن سودانية ممكن تقول. هي أغنية لكن سودانية. اللي فنانة بتحبيها ممكن تكون من الفنانات المعروفات، أو أنت بتحسي فيها إنها يعني هي كغضوة ممكن تكون غضوتك في الساحة الفنية. والله أنا قاعد صراحة قاعد أحب الفنانين أكثر من الفنانات. طيب ما في مشكلة غيره لك بفنان، أنت حزوغي مني لكن. طيب حنسمعه لأنه. قالوا يا ناس أنا وراي ياري ليه وكم سنة، والي والو يا ناس أنا وراي ياري ليه وكم سنة، وراي ياري يا ناس ياري وراي ياري ليه وكم سنة، أنا الببيع ما بشتري وراي ياري ليه وكم سنة، أنا الببيع ما بشتري الببيع ما بشتري، وفيها عامل زول مفتري وراي ياري ليه وكم سنة. يا سلام، جميل يا منى يا اخي. تسلم 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 كثير. عندنا 1 و6. واحد. طيب نشوف واحد حيقول شنو. واحد بتؤمن بالحب من اول نظره؟ ايوه من اول نظره. تمام نشوف 6 اخر حاجه. يعني الحب ذاته انواع، باين بالحب من اول نظره، كان الحب انواع، حب في بنتي، حب في جارتي، حب في اختي كده. جميل. انت قصدك يا تحب؟ انا قلت لك حب من اول نظره، ما حكوا لي جارتك طبعا. طيب اخر حاجه، اغنيه لفنان تمنيتي تغنيها، يعني الاغنيه دي عجبتك وتمنيتي ان تكون حقتك او تغنيها انت، شنو؟ اغنيه لفنان انا يعني سميتها فنان تمنيت انه لو الاغنيه دي كانت حقتك كنت تغنيها. ام الحنين الشغلت. يا سلام. تمنيتها تكون حقتك. حافظها تدينا منها حاجه تندنا؟ مرحبا. وينك بتحبي محمود تاور؟ شديد. ما قاعد تغني له حاجه في الحفلات؟ ما قاعد اغني، لكن بحبه شديد، عشان بحبه ما بغني له، عشان ما تخرب ولا؟ اي. جديد شنو من الاعمال؟ والله يا هاب مالي ومالو يا ناس انا الجديد لسه دي، وثاني عندي اغنيه اسمها يا زمن. يا زمن دي كاتبه لي تاجر السير عباس، وجديده يعني الاستعمار السرري، وقال لي عنوان اسمها يا زمن. جميل. وين من تجربه الفيديو كليب قلتي حاليا لسه شويه مش عليك؟ عندي فيديو كليب عن المعلم. اسمها يا شمع في وسط الظلام، ضوت مصابيح الكلام. استاذنا يا بحر العلوم، يا منبع الناس الكرام، من دونك انت محال يكون تفكيرنا صايب وقولنا تام، انت المعلم والمربي البيه بالنيل المرام، طارد دجى الجهل الكئيب، طارد لياليه الغتام، فالعلم قوته لا تزول، فالعلم اقوى من الحسام. جميل. كلميني شوي عن زوجك، بدعمك، بكيف معاك، بتاخذوا رايه في 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 شكل الاغنيات الاعمال الجديده، ولا ما عنده علاقه بالغنى؟ يعني انا زوجي بالنسبه لي يعني صديق، يعني
اي حاجه حتى يعني لبسي غناي شكلي يكون عامل كيف يعني وسط الجمهور وكذا يعني احنا بنتفاكر في كل شيء ويعني بيجيف معي حتى الغنى ممكن يشتري لي ممكن يجيف معي ممكن يمشي معي بروفات كذا. كنت عايز اقول لك بيمشي معك حفلات وكذا ما بيمشي معي لو يعني انا ما عندي عربيه وصلني يقول لي البنزين بوديك تدفعي لي ما ده كده اتصرف فيه. جميل. اي بالنسبه لي يعني كصديق وربنا يدي العافيه يعني. ان شاء الله. التواصل الاجتماعي منى وين منه؟ انت وين من وسائل التواصل الاجتماعي؟ الفني. التواصل الاجتماعي الفيسبوك التويتر التيك توك موجوده فيها؟ موجوده. عندك حساب؟ عندي حساب. عندك ما شاء الله متابعين وكده؟ بتتعاملي كيف مع الكومنتات اللي بتكون مزعجه او التعليقات اللي بتكون ما في محلها؟ يعني مرات ممكن الفنان ينزل اغنيه يجيك واحد ما عنده اي علاقه بالاغنيه يقول لك والله يا اخي ده انا اصلا ما بركز معه اصلا وبعمل فيها انا اساسا ما شايفاه يعني اي بمشي الموضوع اصلا ما بركز معه ولا اصلا يعني ما بحطه في حساباتي عشان مثلا ارد له وكذا بعدين يعني الناس يعني اي زول عنده راي يعني وانا يعني اي زول بحترم رايه ما عندي مشكله يعني ما عندي مشكله يعني اي كان الاسلوب انا ما عندي مشكله يعني بعدين الكلام الشين انا ما قاعد اركز معه خالص وفي نفس الوقت ما برد وما بجرح ويعني ما بشتغل بموضوع اصلا كلام. لكن الزول بيقول لي الكلمه السمحه بدي بعشر كلمات يا سلام كلام جميل. اللايفات وبالنسبه للفنان مهمه جدا من خلال صفحته بتطلعي لايفات بتتونسي مع جمهورك بتغني بتغني حاجات كثير كثير اتونس مع الجمهور كذا اكون ما عندي يعني حاجه كذا بقول احسن يعني اتونس مع الجمهور وكذا ويعني انا عندي جمهور بالنسبه لي يعني مش جمهور بالنسبه لي يعني اخوان يعني بيجوني بيتفقدوني يعني مثلا لو تلفوني قافل شافوني بعيده مثلا من النت وكذا بيصلوني البيت عادي بيسالوني يعني مالك ان شاء الله خير تلفوني قافل بعيده كذا. جميل. علاقتي كيف بالفرقه الموسيقيه؟ هل هي علاقه اخوان ولا علاقه لا شغالين معك يعني؟ أنا عداوة مع أي زول في الوسط الفني ما عندي ولا حصل في فنان ولا فنانة أساءتني ولا أسئت لي فنانة ويعني قريبة منهم بلقاهم بكل احترام وبسلم عليهم وأي زول في حد كده يعني في الحارة معاهم وفي الباردة معاهم. جميل. دي الفنانين. طيب فرقتك الموسيقية الفرقة اللي بتعزف فرقتي الموسيقية مني يعني قريبين شديد يعني تستشيرين في اي اغنيه ايوه بروفات انا اصلا بعمل بروفاتي في البيت بيجوني بعمل بروفاتي كده بنعلق يعني الاغنيه ممكن نعيدها 3 أو 4 مرات كده يعني قريبين مني شديد حتى يعني اخذت لهم قانون لو زول مثلا يتاخر بخصم منه كده فبنهزل كده مع بعض يعني قريبين مني شديد بس حاليا انا قاعده هنا وعدتي جاهزه وانا حامشي القام جاهزين واشتغل طوال ان شاء الله. ما سمعنا دندنه ثانيه حنسمع شيء سامح اللون وخدار يسوي كذي وجنا ودرني ودار يسوي كذي جنى دصن الله عليه يسوي كذي وجيب حيل عليه يسوي كم ما قرعني ابوي يسوي كذي قربت اغمز لي يسوي كذي سمح اللون وخدار يسوي كذي وجنى ودرني ودار يسوي الجنى ضلون نظيف يسوي كذي لا راحة لا تكييف يسوي كذي الله خالق كذي يسوي كذي الله خالق كذي يسوي كذي ولونه لون الطيف يسوي كذي سمح اللون خدار يسوي كذي والجنى والدرن ودار يسوي كذي